الراديو 90-90 هواها مصر. عندي موقفين حلوين قوي عن الفير بلاي لازم اقولهم. الموقف الاولاني لوكاس بودالسكي اعتزل لعب دوليا. بودالسكي احنا عارفين بيلعب في تركيا وكان لعب في ارسنال ولعب في بايرن ميونخ. يواكيم لوف الحقيقه عمل له تكريم وده قمه الاحترام للاعب بيعتزل، مش للتكريم اني اعمل له عقد مع نادي زي ما كان في بعض بيطالب عصام الحضري يعمل عقد مع النادي الاهلي للتكريم. لا، التكريم زي ما هحكي لكم بيكون ازاي. بودالسكي النهارده في ماتش ودي بين المانيا وانجلترا، فيواكيم لوف اعلن ان بودالسكي هيلعب الماتش وهيلبس شارة كابتن الفريق ويكرم في الملعب في مباراة. طبعا ده وداع متميز جدا لما يبقى ماتش كبير جدا بين المانيا وانجلترا ويتم تكريم لاعب زي بودالسكي مع منتخب المانيا. بودالسكي 129 مباراة دولية مع المانيا، واحنا عارفين ان كان في يعني رد من بودالسكي قال انه بيشكر يواكيم لوف على ده في المؤتمر الصحفي، طبعا بيشكره على القرار اللي خده وقال ان ده امر مثير وانا اول مرة اسمع الكلام ده ومفيش احلى من اني اشارك مع منتخب المانيا واني اكون الكابتن، وبيشكر لوف على الموقف اللي عمله.